قطع كراء السيارات كان من أول القطاعات يعني نقولوا الدرات، لا من ناحية الوقت يعني تقريبا قبل كاع ما يبدا الحجر الصحي، لأن حنا حسينا بالتداعيات ديال كورونا من أواخر سنة 2019 بداية 2020 قبل ما يكون الحجر الصحي في المغرب في شهر 3 2020، لأن يعني حنا مرتبطين ارتباط وثيق بالقطاع السياحي وحركات الطيران العالمي والحركة ديال السياح. حسينا بالنقص ديال النشاط قبل من الحجر، ملي جا الحجر عانوا الوكالات ديال كراء السيارات لمدة طويلة، خصوصا انه قطاع من بين القطاعات ولا ربما احد القطاعات اللي ما استفادوش نهائيا من اي دعم، سواء كان دعم مباشر ولا غير مباشر من الدولة. والنتيجة راه كانت كارثية، لان يعني راه اكثر من الثلث ديال الشركات العاملة انذاك راه كانت علنات الفلاس ديالها وحبست النشاط ديالها، وباقي الناس كيعانيوا لحد الان. على اي عامة اي واحد بغى يكتري السيارة سواء كان مغربي ولا ما كانش مغربي خصو يتاكد من الشركه اللي كيتعامل معها. كاين خطوات مهمه، يشوف الكونطرا، يشوف لي كونديسيون ديال الكونطرا، يتاكد بانه كيتعامل مع شركه اللي بالاوراق ديالها، يكون شاف لاجونس ديالها كان عندها سيت ويب من الاحسن ويسول عليها، راه ماشي عيب. الحمد لله راه كاين شركات اللي كي سون سيريوز وكثار في المغرب. وفعلا كاين بعض المشاكل في الكراء، لان انتم عارفين في اي قطاع راه فيه الصالح والطالح، وكاين الناس اللي كينتحلوا الصفه ديال مؤجر سيارات ولا كينتحلوا الصفه ديال وسيط في كراء السيارات، والناس راه طاحوا مشكل. كاين الناس من الجاليه المغربيه مثلا ولا كاع دي زيترونجي زعما سياح خصهم كيصيفطوا فلوس لواحد ما كيعرفوش، مجرد ان عنده اون باج فيسبوك ولا شي حاجه كيبداو يصيفطوا ليه فلوس، كيجيو حتى لهنا المغرب وكيلقاو المشكل ما كيلقاوش لا هو، لان كيلقاو طفى التليفون ما كيلقاو لا طوموبيل لا والو، ولا عندهم الزر شي حاجه بهم شي طوموبيل ربما يجيب لهم شي طوموبيل اللي اصلا ما ماشي هي اللي تعاقدوا معها على ود. يعني من الاحسن ان الناس يتعاملوا مع الناس اللي كيعرفوهم، مع شركات اللي هي قائمه بالذات ديالها، والافضل والاحسن اذا كان ممكن الى عفوا الشركه انها تسامي واحد الهيئه اللي هي معروفه ومحترمه، حتى لا قدر الله وقع شي مشكل كتكون الوساطه ديال هذه الجمعيه باش نحاولوا نلقاو واحد الحل اللي هو مناسب. احنا يلا دوينا على خص الناس يعرفوا مع من يتعاملوا، لان هاد الممارسات ربما كانت واحد المده وربما كاين عند بعض الان، ولكن بطبيعه الحال الاغلبيه راه غير قانوني. نورمالمون اي شركه شكون يكون مسؤول على الشركه كتخدم بواحد النظم كتخدم بواحد النظام كتخدم بواحد القوانين. العادي هو ان انسان جاي يكري سياره كيخلص المستحقات ديالو، كيخلص واحد كتسمى لا فرانشيز اللي متعلقه بلاسيورونس، لان حنا في المغرب ما عندناش التامين شامل، وهذا اصلا من المشاكل اللي كيعاني منها القطاع هو المشكل ديال التامين، لا في الغلاء ديال التامين لا حتى في المدى ديال لي غارونتي اللي كتحميهم لاسيورونس. حنا هنا في المغرب كاين واحد ديما اي سياره كيبقى واحد المبلغ اللي ما كتغطيش لاسيورونس، هذا امتى كنطلبوه حنا من الزبون؟ لا قدر الله وقع شي حادثه كيكون فيها الزبون هو المسؤول عن الحادثه، هذيك راه كيخلصها راه ما كيخلصهاش لينا حنايا، كيخلصها لاسيورونس. لاسيورونس كتكلف بالباقي، هذا المونطو هذا كيتخلص كيتسمى اداء خصو يخلصو، ربما العرف ان بعض كيبداو كيسميوه ضمانه، ولكن هذا كيتعلق بواحد لو ان سيرفيس ولا واحد الخدمه اللي كتخلص لاسيورونس. طبيعه الحال الشيك على بيضه غير قانوني، والباسبور هنا ياخذ واحد راه غير قانوني. نورمالمون هذيك لا فرانشيز سواء كتخلص بشي سواء كتخاد بالدي بي او. دابا المشكل مع من كيوقع؟ مع الناس اللي ما منظمينش، وطبيعه الحال مع حتى بعض الزبناء اللي ربما ما عندهمش القدره انهم يخلصوا، كيبداو يطلبوا في اللواغ ولا شي واحد اللي ربما ما عارفش انه توي ربما يتورط، لان هذا الشيء ديال الضمان راه كيتعاقب عليه اللي كيعطيه واللي كياخذو. يعني الناس جاهلين بالقانون، ما نورمالمون خصو يتخلص، ربما واحد ما عندوش كيبقى يطلب على اللواغ ولا شي حاجه عارفه كتخلي عندك شي مدفوع ولا شي حاجه، ولكن هذا راه ممارسات اللي بنادم خصو يحتاط منها. هادو هما المشاكل الهيكليه ديال القطاع. اذا جينا ندويو على القطاع والمشاكل ديالو، هادشي كيعاني القطاع منذ مده. القطاع كيعاني من فراغ قانوني، ما كاينش واحد الاطار قانوني، كاين ان كاي شخص اللي منبثق على واحد ظهير ملكي اللي هو قديم، ولكن لحد الان باقي كاين فراغ قانوني، ما كاينش واحد القانون مؤثر. هذا مشروع يلا غنبداو نخدموا عليه مع الوزاره، لحد الان كاين غير واحد الكاي شخص اللي ما مفصلش بزاف، داكشي علاش كاين واحد الغياب قانوني اللي هو كبير. ربما هذا الكاي شخص يتبدل ولكن ما غيجاوبش على المشكل هذا، يعني ما كاينش شي قانون مؤثر اللي فيه هاد لي ديتاي. كيبقى العقد اللي كيتسنى العقد شريعه المتعاقدين، وهذا العقد هذا يقدر يختلف من اجونس دو لوكاسيون دو فواتير والاخرى، وهذا حتى هو مطلب من المطالب اللي عطينا لوزاره النقل باش تدخل لنا مع وزاره العدل باش يكون واحد القانون ولا واحد العقد اللي يكون موحد، كوم سا يولي عقد واحد ومعروف في المغرب كامل. اما الان علاش قلت لك لو كليون قبل ما يسولتيني خصو يشوف لاجونس ويشوف الكونترا ديالو، يقدر كاع في الاول في اول كونتاكت يقول لي واش ممكن تصيفط لي العقد اللي غنسيني معاه، باش يقرا على خاطر ويشوف الكونديسيون ديال الدور، لان كل واحد يقدر يدير الشروط ديالو.
هو اللي مطلوب من صاحب وكاله تاجير السيارات انه يوصلت واحد المخالفه لاحدى السيارات ديالو، انه هو كيعلم ادخل واحد البورتايل ولا واحد السيت كان عارفه شكون اللي كانت عنده الطوموبيل في هذيك المده، ونورمالمون انا عارفه خاصها تحول هذيك المخالفه لهذاك السيد اللي ركب السياره بطبيعه الحال بالدليل بالعقد اللي كان وب كوبي ديال الاوراق التعريفيه ديال السائق، ونورمالمون المخالفه خاصها تمشي اللي كان سايق ماشي يخلصها صاحب وكاله تاجير السيارات، لان حنا دفتر التحملات ديالنا ولا المهنه ديالنا كتعلق بكراء السيارات بدون سائق ومحدده مزيان في كاي شخص يمكنش تحملوا حنا شنو يوقع بهذيك السياره من غير المخالفات، راه كاين بزاف المشاكل اللي كيوقعوا لان ما مصلحتش، واخا بحطرات كيقول لك صاحب الوكاله انا نخلصها صافي راه خلصني الوكاله ماشي خلصها، ولكن لا راه كاين مخالفات اللي فيهم النقاط اللي ما غيتحيدو خصو يتحيدو اللي كان اللي دار المخالف. هذا هو السؤال الجوهري اللي كنعاني منه سنين، هذه صعيب بزاف كيتطوروا يعني ربما ما تخيلوش عدد المشاكل اللي كيكونوا هما كيتطوروا نصابه سرقه ديال السيارات اللي عندنا كتطور يوميا، راه عندنا حالات اللي غير شركه واحده مشات لها اكثر من 16 سياره باوراق مزوره، كاين حاليا عصابه كتدور بشركات اللي هما سيرتيفي ولكن مزورين، يعني كاين مشاكل كثيره. احنا راه كننتظروا واحد الاجراء ولا واحد النظام اللي كانت وعدتنا به المديريه العامه للامن الوطني ان غيوليو وكاله كراء السيارات بطريقه من الطرق مكونيكتين مع ان سيستيم اللي على الاقل ملي غيجي عندنا زبون الاجونس لوكاسيون دو على الاقل غنتاكدوا غير من الاصليه ديال هذوك الوثائق، لان بزاف كيجيو عندنا بوراق مزورين ما نقدروش نعرفو حتى هما ولاو محترفين هذاك الشيء كيكونوا اللي فاقتي بيني، غيولي عندنا واحد السيستيم على الاقل غنتاكدوا ان نفس اللي جاب لنا هذيك لاكارت هو اللي قدامنا، على الاقل بعدا راه هذه راه مرحله مهمه تاكدنا من الصحه ديال هذوك الوثائق سواء لاكارت ناسيونال سواء البيرمي. الجي بي اس بالنسبه لنا دابا كوكاله كراء السيارات في الاول ربما كان الهدف ديالو انه نحافظوا على السيارات باش ما يتسرقوش، ولكن للاسف ما بقاش هذا هو الهدف الاول منهم. علاش؟ لان كما قلت قبيله العصابه ديال سرقه السيارات ولا متطورين، يعني الجي بي اس يقدروا يحيدوا الجي بي اس. دابا فاش كيساعد صاحب وكاله كراء السيارات كيساعدو انه يتبع السياره ديالو، يتبع لونتروتيان ديالو الكيلومتراج ديالها، يعرف مثلا اللي كان داير مع ان كليون راه جاي قال لي انا جاي في الطريق ربما ديك السياره غير يحتاجها من بعد كليون واحد اخر، يتاكد بعدا بانه جاي في الطريق باش يوصل. خطات راه الزبناء براسهم كيعيطوا علينا كيقولوا شي مشكل، قال لك على فكره نسيت ما عرفتش كاين الطوموبيل راه يمكن حركوها راه يمكن داها ليا الديبوناج، اذا نتاكدوا بعدا واش باقا حدا ولا فريمون يتهز الطوموبيل لبلاصه اخرى. يعني ولا الاستعمال ديالو تناول القانونيه ديالو بطبيعه الحال اكيد، لان الشركات ديال الجي بي اس كانوا على الشركات بطبيعه الحال محترمين النظام ديالهم، راه هما ما كيخدموش وما كيركبوش السيارات سواء كانوا ديال لوكاسيون سواء حاجه اخرى الا عندهم ترخيص من لاين اف تي، يعني هذا الميدان هذا راه ماشي عشوائي نورمالمون محترم القانون ديالو، يعني اكيد انه قانون. كيبقى ديما على الحادث والكوستا اللي المعاينه اللي دارت ولا المحضر ديال الشرطه ولا ديال الدرك وعلى حساب لو كونتر داسيونس. رجعوا ثاني ربما هذه قفلت عليها في الاول، ان في الاول المغتري ملي ياخذ السياره خصو يسول هذيك الطوموبيل اش من كونتر داسيونس فيها، كيكون المشكل ديال التامين راه كبير في المغرب سوفو مع هذا القطاع، لانه الاثمنه ديال التامينات ارتفعت بزاف، باش تاخذ دابا طوموبيل وتسوريها التوريست راه مابقاش ساهله، راه ماشي اي صاحب وكاله السيارات ولا في المتناول ديالو، يعني الزبون خصو يسول هذيك الطوموبيل شنو هي التغطيه اللي فيها، لان في المغرب صعيب ان تكون عندك توريست سواء الناس اللي عندهم بارك اللي هو صغير وحتى اللي عندهم بارك كبير، لان الفاتوره غتكبر بزاف. وهنا فين كيكون الاختلاف ديال الثمن، لان هذا هو مشكل خاص الزبون ما كيفهمش شنو الفرق ديال الثمن بين وكاله وبين وكاله، خطات كيغري الثمن رخيص ولكن ما عارفش بان في داك الخاره ربما خدا طوموبيل ما فيهاش تغطيه كافيه للتامين، اي حاجه تقع في السياره يولي مضطر هو يخلصها، لانه فهمت كون واخا كاع يدخل معاه في نزاع احنا هما وصلوا للمحكمة، السيد صاحب وكالة السيارات راه يجيب كونتر داسيونس اللي عنده، راه هي اللي كتحميه، ولا كان هو مسؤول على الحادث راه يضطر يخلص الخسائر كلها. كما قلت قبل القطاع مازال كيعاني من التداعيات ديال كورونا، صحيح غتكون واحد الانتعاشة ربما بحال السنة اللي فاتت مع من بين 45 يوم حتى 60 يوم، ولكن خصنا نعرفو هاد الانتعاشة غير ربما إلا ما خطاش في التعبير نقولو غير مزيفة. علاش؟ يعني هذيك لا بيريود غير كطلع في العرض ولا نقولوا الطلب كيولي اكثر من العرض، سي نورمال هذا قانون اقتصادي الثمن ربما كيطلع راه نهائيا ما كيغطيش هذوك المشاكل، يعني المشاكل غتستمر
وبالعكس ربما تفاقم من بعد 40 حتى 60 يوم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.